بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض سميستونيان فاسيلتيز بين جايد لاينز. أول حاجة دي المحتويات بتاعة الكتيب دوت، تمام. هو أقرب لبيم بوزيشن بلان، بيوضح حاجات كتير جدا. في الأول بيقول لي دوكيومنتري فيجن، بيبدأ يحط لي بعض التاسكات ويقول لي التفاصيل بتاعتها، لأن ممكن يكون في فهم خاطئ للنقطة ديت. فهو بيبدأ يقول لي مثلا دوكيومنت اورجنايزيشن دي التفاصيل بتاعتها كذا، لما انا اتكلم على ديسيبلين كود تشينج بيبقى بنتكلم على كذا، او عن حساب كود كذا. فده بيسهل لي كتير جدا ان انا بفهم احنا بنتكلم على ايه. هو هنا بيتكلم على تعريف البيم، ايه هو التعريف الانسب ليه، او هو شايف ايه هو التعريف الكويس. وبيقول لي ان في بعض الجايد لاين ممكن يفيدك، وكاتب لي اسمائهم. وبعد كده بيدخل بقى بعض التعريف، لما نتكلم عن البيم شيرنج المقصود بها ايه، لما نتكلم عن الديزاين المقصود بها ايه. التعريف دي مهمه جدا، بحيث ان ممكن يكون في لابس في بعض الحاجات، فهو يبدا يوضحها. البيم سوفت وير بيوضح لي اهم البرامج اللي هنشتغل بيها. يعني مثلا في الاركتكشر هنشتغل مثلا بالاوتوكاد وريفت اركتكشر، في الاستراكشر هنشتغل بالاوتوكاد وريفت استراكشر، في الاتشفاك ديزاين هنشتغل بريفت بي بي والاوتوكاد، في ادنى سيرفيسات جواه اللي هي كاد ضبط وكاد ميكانيكال، وكذلك في البلامنج. في الالكتريكال هتسطب كاد الكتريكال، في السيفل ديزاين هتشتغل بالاوتوكاد سيفل 3 دي، في الفاير بروتكشن ديزاين هتشتغل بالام اي بي كاد اوتو سبرينج، الاتشفاك تشتغل ريفت ام اي بي والاوتوكاد وتسطب كاد ضبط والكاد ميكانيكال، وكذلك في البلامنج الالكتريكال. اعتقد الكام سطور دول مكررين في الوثيقه. الاستراكشر ريفت استراكشر، الموديل تشيك هنعمل تشيك باني برنامج، ريفت موديل ريفيو ريبورت هنصدر هنبعت له ريبورت جاهز غالبا نشر بنفس وركس. الديزاين ريفيو في برنامج اسمه بلو بيم ده كويس، وري فيستو واي مانج، دول البرامج اللي معتمدين ان احنا نشوف الوثائق من خلالها. بعد كده بنتكلم على الاهداف بتاعت البيم واستخدامات البيم اكستشن بلان. فهتلاقي لازم جدول كده يقول لك ايه الاهم الاستخدامات الحاجات، يعني مثلا هنستخدم الكراش سيكشن، هنستفاد من الموديل بالكراش سيكشن، هنستفاد باداره الاصول في البيم الاسبلت. فهتلاقي لازم هو الجدول دوت ده البيم يوز، فبيقف في مرحله البلان اللي احنا لسه بنخطط. اهم حاجه بالنسبه لنا مثلا هيبقى البروجرامنج سايت اناليسيز، ال 3 دي سيفتي. ممكن واحد يقول لك لا انا مش محتاج ال 3 دي سيفتي، تمام خلاص. الديزاين هنشتغل على الديزاين سورنج، هنطلع الديزاين، هنطلع ديزاين ريفيو، هنطلع 3 دي كوردينيشن، هنطلع لايتنج اناليسيز، وهكذا. تقدر تختار منها ايه اهم الحاجات اللي انت عايز تركز عليها. كونستراكت هتبدا تشوف ايه الحاجات المهمه بالنسبه لك. الاوبريت، تمام. ممكن واحد يقول لي انا هبيع المنتج ده لشركه تانية فمش مهم عندي الاوبريت. طبعا هو لو عمل اوبريت مظبوط ده هيعلي سعر المنتج وهيخليه يكسب. ده ال او دي، تعريف ال او دي. طبعا في كتاب كامل اللي هو بين فورم، ده بتلاقي فيه تفسير كل ال او دي. بس هو بيقول لك ان ال او دي 100 مثلا مش محتاج ان انت تحط لي حاجه او تحط لي ابعاد، مجرد بس ان انت تقول لي الفكر التصميم بتاعي، مثلا ان انا هشتغل بأي نظام، هشتغل بأي كونسبت، هيبقى في مثلا أعمدة هنا، بحيث من غير ما تديني أبعاد، مجرد بس إيه نتفق على الكونسبت أو الفكرة نفسها. تمام. بعد كده بيتكلم على التمبليت، هتلاقيه في قلب الشرح برضه. تقدر تشتغل، تبدأ شغل بيه، تمام. طريقة تسمية الملفات، الأكواد اللي هنشتغل بيها، الفورمات إكزامبل، الشيت نفسه هيبقى عامل إزاي، تمام. كل الحاجات دي بتسهل كتير جدا، بحيث ان انا اول ما اشوف اللوحه اعرف اللوحه دي هتبقى مثلا، اول ما اشوف حرف السي اعرف ان ده سيفل، اول ما اشوف حرف الاي اعرف ان ده اركتكشر، اول ما بشوف مثلا حرف جي اعرف ان انا مثلا بتكلم على ايه. فدي بتسهل كتير جدا جدا، ان انا اول ما اشوف اللوحه ما اعرفش افتح اللوحه كتير عشان اوصل مثلا لدور الجراوند، لا خلاص اول ما ابص اعرف دي فاير فايتنج ولا ميكانيكال ولا كهرباء ولا معماري ولا انشائي، وهكذا. انا بتكلم على الملفات اللي هتسلم وطريقه التسليم، يعني مثلا هتسلم عن طريق الاف تي بي، ولا هتسلم عن طريق الايميل، ولا هتسلمني الصوانات، هتطبع انت ولا هتديني انا الحاجات وانا اطبع، تمام. فبنبدا نشوف كل الحاجات اللي بتدفع عليها، لان الاول شرط اخر نور.
المراحل التسليم هتبقى قد ايه؟ يعني لما اقول لك ديزاين ديفلوبمنت اتوقع ايه منك؟ لما اتكلم عن كونستراكشن اتوقع ايه منك؟ الفيس بتاع البروجرامينج هبعت لك مثلا PDF لان ما فيهوش شغل ريفيت، ممكن نعمل ريفيت عشان نفهم حاجه او كده، بس مش مطلوب مني ان انا ابعت لك ملفات من دلوقتي. في المرحله اللي بعديها هبعت لك الملف كذا، في المرحله اللي بعديها ايه الملفات اللي انا هبعتها لك، لحد ما في الاخر خالص لازم ابعت لك كل الحاجات اللي تسهل لك الشغل بعد كده. تمام؟ يعني كل مرحله بخلص شغل اروح بعت له ملفات، ما ينفعش ابعت له اقول له خد ملفات الكاد والPDF تمام وكمان انت شغل. طب ما هيبدا شغل من جديد. يعني مثلا مرحله الديزاين لما سلم لمرحله الكونستراكشن او الشوب دروينج لازم يديله الملفات كلها اللي يبدا يكمل على الشغل. تسكريبت بيم ديليفرابل تشيك ليست، دي ليست بيقول لك احنا انت السلام ده مثلا الحاجه مظبوطه ولا لا، تبدا تتعلم بقى على كل حاجه بحيث تتاكد ان شغل سليم ولا لا. يعني موديل فايل نيم كونفورم تو اس اي ستاندرد، لو صح هتعلم، لو في غلط تقول لا ده في غلط الملف ده فيه مشكله. ابديت سيف تو سنتر مثلا ان وونتد ديزاين اوبشن، لو احنا عايزين نحذفها هل هي اتحذفت ولا لسه موجوده، لان ممكن تعمل مشكله في حاجه مثلا مش مفهومه فيها. دي الملفات اللي هتسلم، ممكن مثلا تقول ان احنا هنسلم في كاد السكيل هيبقى عامل ازاي، الكاد بيج سيت اب عشان الطباعه السكيل عذرا الليارات موجوده اهيت. المفروض اول ما اشوف اللاير تعرف ده بيتكلم عن ايه. يعني السي دوت اختصار كونستراكشن كونتينينت، البي ال دي جي يبقى بيلدنج، او تي ال ان يبقى ليه اختصار معين، ده مثلا اللاير الخاصه بالتري. طول ما انت بتدي اسامي واضحه كل ده ما ده هيسهل عليك الشغل. تمام؟ عامله زي فكره الريموت كنترول، لو انت مش حاطط الريموت كنترول في مكان محدد او مكان انت عارفه، كل ما تيجي تتفرج على حاجه تقعد تدور، تيجي بعد شويه عايز تخرج تدور على مفاتيح، تيجي فالنظام حلو وبيرتب لك الشغل بتاعك. الشيت سايز قد ايه؟ البروجكت يونت لو انت عايز تظبط اليونت. تمام؟ انا شايف ان في بعض الحاجات مثلا زي البروجكت يونت دي معروفه اصلا، فمجرد بس تكتب احنا شغالين بالمليمتر، مش لازم توضح لي ازاي افتح البرنامج وازاي اعدل فيه الكلمه دي.